أكد أيسم صلاح مستشار وزير الصحة السابق لتكنولوجيا المعلومات وخبير تكنولوجيا المعلومات للنظم الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد الأمل الحقيقي لتطوير قطاع الصحة. وأضاف أيسم في لقاء خاص مع التلفزيون المصري على هامش جلسات الحوار الوطني أن الدولة تعمل على حل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصحة من خلال العديد من المبادرات، منها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المحاور اللي اتكلموا فيها محاور كلها مشاكل حقيقية بتواجه المنظومة الصحية في مصر، يعني كان أغلبها حوالين يعني تدني الأجور بتاعة الأطباء والحفز المادي ليهم، هجرة الأطباء، حوالين البنية التحتية. حتى كان سيادة الرئيس في اللقاء الأخير كان أشار لتدني البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية وكذا، وده اللي بيتم رفعه من خلال حاجتين، من خلال حياة كريمة ومن خلال كمان الأمل اللي هو مشروع التأمين الصحي الشامل. وكان في إشادة كبيرة من الحاضرين يعني بمشروع التأمين الصحي الشامل، وأنه بيعتبر هو الأمل الحقيقي لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.